السلام عليكم حبوباتي، نتمنى هذا الفيديو تلقاكم بكامل الصحه والعافيه. على هذا الفيديو سي اون فيديو اللي حتفيدكم بان كالعاده مش حاجه جديده، اني ما نشقاش هكذاك باش ندير فيديو في الباطل. نحب دائما ندير لكم فيديو اللي يفيدكم واللي يعود عليكم بالمنفعه، وطبعا تدعيوا لي كي تكملوه. اول حاجه يا البنات، راح نعطيكم طريقه تاع تقسيم الراتب تاعكم، لكن بطريقتي الخاصه انا، مش واش راكم تشوفوا في قنوات الاخرى اللي جزاهم الله خير، يعني صح عاونوا بزاف ناس، لكن انا راح نعطيكم معلومات جدا 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 خطيره، وعلى خطيره باسكو مجربه وفعاله، ورايحين تبهرون بالنتيجه. فقط فاتوا موا كونفيونس، ديروا فيها ثقه وجربوا، رايحين تدعيوا لي ورايحين تفرحوا بزاف بزاف بالنتيجه. دونك اول حاجه نقولها لكم يا البنات، نبداو على بركه الله، نقولوا بسم الله. فقط 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 اللي حب تستفاد دائما، يعني سونز اغي، تلحقني الانستغرام تاعي هنا، على خاطر راني نحاول نمد لكم من وقتي ونحاول نشارككم بزاف معلومات قيمه او كوتيديان. اللي ما عندهاش حساب حلي صديقتي حساب، ما كيخسرها والو، راح تستفادي باذن الله. الوغ روحوا ديروا دي جام، شجعوني على حسب الجهد اللي راني نديروا على جالتكم، خليوا لي تعليقات وهيا ونبداو. الوغ يا البنات، كامل على بالنا باللي الدنيا صعيبه، على بالنا باللي ما يكفيناش شهر ياو كامل، لكن الحاجه الاولى اللي لازم تعرفوها يا البنات، انه الانسان اذا ما خططش حياته وما مبلكش قداش راح تصرفي كيفاش راح تصرفي، راح تضيع هذيك سوارد وتقولي خرجوا ما مبليش كيفاه صرفتهم. ديما نقولوها، وللتذكير انا وحده من العباد اللي كنت عمري نخطط، نهار كامل انا نصرف هكذاك، انا نصرف بلا حساب، ما نحبش نحسب، الوغ كو سيتي با فريمون جوست، ماشي مليح، لازم لكم ديروا حساب. دوك حنعطيكم اول حاجه ونقطه بزاف 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 مهمه، شوفوا والله تاخذوا برايي، هزوا ورقه وستيلو وكتبوا معايا هكذا باش تطبقوهم وان شاء الله تلقاو نتيجه. اول حاجه يا البنات، كيما نحكموا الشهريه تاعنا، واش لازمتنا نديرو؟ لازمتنا قبل ما نعودو خارجين نجيبو ديك الشهريه، واش نديرو يا البنات؟ نقراو سوره الفاتحه. الفاتحه سوره عظيمه، كون ما جاتش عظيمه ما يديلهاش ربي فاتحه القران كامل، يعني كي تقراوها كل يوم قبل الخروج، يعني ماشي غير كي تعودو حين تجيبو يعني الراتب تاعكم، والله العظيم راح تفتح لكم ابواب الخير من حيث لا تحتسبون. جربوها وادعيوا لي. الحاجه الثانيه اللي ننصحكم ديروها يا البنات، كي نروحو نحكم كمو لو سالير نتاعنا، اول حاجه ماشي انت تمشي وتبرحي ولي يجي يتفرج فيك قداش جبتي وهداك، قد ما عطاك ربي عادي، احكمي بيدك اليمنى، توجور نحكمو بيدنا اليمنى، ما تحكموش بيدكم لا غوش، وما تروحوش سيغ بلاس بعد ما تملي المارشي تفرتكيهم وتجي مروحه، جامي يا البنات، على الاقل خليهم يقعدوا معاك كما نقولوا يسخنوا لك جيبك، على الاقل على الاقل 24 ساعه، على الاقل هذا لو مينيموم، يعني ديري حسابك ماشي عاد سلكي تروحي من لابوست بعد تصرفيهم، رايحه تبرمجي العقل الباطن تاعك انك مع يدخلوك سوارد يخرجوا، رايحه تبرمجيه انه ما يحتفظش وانه ما يخزنلكش الاموال وانه ما تدخليش الاموال، يعني المال عندك رايح يرجع ديما يخرج ما يدخلش، يعني مع يدخل يخرج ما يقعدش عندك، وهذه حاجه احنا ما نحبوهاش، وانا وحده كنت نديرها سيغ بلاس نسلكهم بعد ساي والله ما يقعدوا عندي نص ساعه، باش تكونوا على بالكم بلي هذه الطريقه خاطئه جدا جدا جدا. واش لازم ديروا يا البنات؟ هزي سوارداتك روحي، انا نصيحتي لكم وعن تجربه وما راهيش بدعه، بيان سور ما بردوش هاد الحوايج على الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن كاينه حاجه اسمها طاقه الكلمات، فهمتوني يا البنات؟ جربوا ماكم خاسرين والو، حين ديروا كلام ربي. هذيك الشهريه تاعك قبل ما تخبيها، طبعا اقراوا عليها سوره الواقعه 7 مرات، سوره الواقعه 7 مرات سوره انا عن تجربه شدت بها العجب في حياتي، وصلت لاون بيريود اللي انا مانيش نخدم والحمد لله يجوني سوارد، باش تكونوا على بالكم باللي صح معجزه والله العظيم. هزوا سوارد الاخر سواردكم يعني لو سالير تاعكم، اقراو عليه سوره الواقعه 7 مرات وخبيوه، الا كان قدرتو خليوه في مصحف حطيه في سوره الواقعه بعد، اقراو خليهم انتم والغدوه من داك، الا كان حبيتي تقسمي يعني تقسميهم في الدار، ديري بروغرام كيما حمد لكم طريقه بسيطه جدا، مش خلاص ديتاي، بسيطه جدا وفعاله، يعني مش تمسخر، نكتبها لكم الغدوه، هزي سواردك قسميهم وبداي تصرفي. هذيك لو سالير تاعك كي تحكمي وتقسميه خبيوه يا البنات، ومن بعد في انفلوب، راح نقول لكم وعلاش انفلوب، انفلوب باللون الاحمر،
حتقولوا ميغي هبلتها، ميغي بدات ديرنا في الخرايفات والله والو يا البنات. شوفوا ربي لم يخلق اي حاجه عبثا، كي ربي خلق الالوان كل لون عنده حاجه، عنده هدف وعنده معنى وعنده سبب لانه يستخدموه به. ديجا في الخارج الناس اللي وصل بهم العلم راهم يداويو الامراض بالالوان، كاين امراض مستعصيه يداويهم بك بالالوان، وقريبا نطرق لكم في هذا الموضوع يعني بالدلائل، يعني سي دي بيرسون ليكزيستي ودكاتره وناس كبار لم يخدموا في هذا شيء و فريمون نتائج مبهره، فهمتوني؟ دونك تبعوا ما تخافوش، مانيش خلاها، ما مش حنديكم للواد، ماكم خاطر من والو. ان توكا كل انسان حر في اختياراته. دوك تقولوا لي ما نلقاوش لي زونفلوب بزاف ديسپونيبل، سي فري مش ديما تلقاوهم. الوغ واش نديرو؟ نخدموهم وحدنا، اشري وحده بابي كونسون هكذا فيها الملونه بيان سور، جو بارل على هذه اوراق الرسم ملونه، منها لونفلوب ما تقطعلكش وتحكم لك، ومنها تلقى اللون اللي كي حابه. دونك سواردنا اللي حنحطوهم وين يدخلوا نديروهم في اللون الاحمر. نخدمو انفلوب عاديه، ها هي هذه هكذا، قصي منها هكذا بسكوتش اون بلوس تلقيها سولي تحكم لك. والصور اللي عندنا الدين حين نسدوه نخدمو لهم انفلوب سوداء، سوداء انفلوب نواق نحطو فيها هاد السوارد، والله العظيم يتجمدوا، يعني هذاك المبلغ اللي رايحه تسدديه ما يزيدش ديري دين اخر، ربي يوفقك انه ما ديريش فيه دين اخر، فهمتوني يا البنات؟ سيبت تجربوها رايحين تدعيوا لي، وبيان سيغ كلش يجي بالعقل وتشوفوا النتائج، هذه حاجه بزاف 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 مهمه. جربوها ودعيوا لي، ومام تخدموها ديروها سكوتشي بسكوتش، تقول لكم سوليد ما تقطع لكم ما والو، لكن شفتوها وصل النهار بدات ترشى بدلو، ما تخليو حتى حاجه المظهر تاعها باهت ولا هش ولا جامي جامي جامي، ورايحين باذن الله تلقاو نتيجه بزاف 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 مفيده. دركا هذه لونفلوب انا اللي مازال ما خدمتهمش باش تفهموا بلي مام انا اللي شريتهم باش نابليكيهم ليا، يعني مانيش نقول لكم في حاجه انا ما نطبقهاش. هذا لونفلوب واش نديرو فيه؟ هو لونفلوب تكتبوا فيه ان هذا رزقنا ما له من نفاد، هذه آية قرآنية، حنا رايحين نكتبوا فقط كلام الله باش شغل الطاقة تاع الكلمة هذيك اصلا. انت ملي تشوفي لونفلوب حتقراي هذه الآية، وهذه الآيات القرآنية قد ما تعاوديهم راح يرجعوا توكيدات في مخك، انت تقولي هذا الرزق ما فيهش نفاد، يعني هذا السورد حيبقاو يدخلوا حيبقاو يدخلوا، والله يبقاو يدخلوك وعن تجربة. دوك نكتب لكم الآية القرآنية هنايا. حاجة أخرى يا البنات، درك احنا وش اللي درنا؟ وش اللي درنا؟ درنا برك وين رايحين نحطو صور تاعنا، يعني مازال ما درنا والو. دوك أول حاجة نصرفوها يا البنات رايحين نديرو بها تجارة. دوك تقولوا لي ميغي احنا منين حنديرو التجارة؟ مش حنديرو تجارة مع العباد، حنديرو تجارة مع ربي. وش معناتها؟ ربي في آية كريمة في سورة في سورة البقرة قالنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا مضاعفة. والله 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 بالتجربة هذه الطريقة تدخل لكم سوارد من حيث لا تحتسبون، حتى تلقي ربي رزقك كيفاش وعلاش ومنين، ما عندكمش على واش تحوسوا، ربي معجزات يديرهم، يعني حيجيوك سوارد انت حتجي صعبة حندخلوا في الشرك. دونك يا البنات هذه حاجة مجربة، هي الطريقة الصحيحة. واش ديروا؟ هزوا 0.1 يعني العشر، تسلكي 3 ملايين ضربي 3 ملايين في 0.1 تخرج لك 300,000، باينه تقولي 300,000 بزاف تغيضك، والله العظيم غير ترجع لك اضعاف مضاعفه، يعني يكونوا متاكدين بلي ترجع لك. هزوها مديها الانسان تعرفي بلي محتاج، صح ما عندوش ماشي قالوا لك عليه، وهذا الانسان مديها له بيدك اليمنى انويها صدقه لوجه الله، يعني ما تقوليش ربي الشهر هذا يردهم لي، ما عبالكش كيفاش يرجعوا لك، مي حين يرجعوا لك زيد 3000 هادو يدك لا دغوات يدك لا غوش، ما تسمعش بلي يدك لا دغوات مدت، ماشي معناتها افريكا بقوت تحكي لها قصه حياتك تقول راني مديت، لكن مديتيها باش تقول لي كي مديتي انما الاعمال بالنيات، ما حتلقاي حتى نتيجه، راكي مديتيها باش يقولوا راهي مدت، هم قالوا راهي مدت راكي سلكتي، فهمتوا يا البنات؟ دونك هذه طريقه، قلنا اول مبلغ نهزوه هو العشر، واللي تبقى تقول وانا وتجيها صعيبه وتقول لك بزاف ما يكفينيش هزي 100,000، منين تسلكي 100,000 مديها، ما تحسبيهاش، ديري روحك ديما تسلكي هذيك 100,000 ناقصه مش صالح تاعك اي قد ما كان، وجربوها ومع الوقت رايحين تلقاو بركه في رزقكم، وتلقاو الاموال يجيكم ربي رزقكم من حيث لا تحتسبون، وعد شرف من ربي مش مني انا، الطريقه هذه يعني جابتنا مفعولها معايا. الحاجه الثانيه يا البنات اللي ديروها واش هي؟ زيدي هزي 100,000 اخرى انسي عليها، هذه ال 100,000 ليك انت
تفاشلي يا انا، ليك انتي باش ترفعي استحقاقك، باش تدللي روحك، باش انتي النفس تاعك يعني العقل تاعك يفهم بلي ما تستخسريش في روحك هذا المبلغ، وديما هذا المبلغ راح يجيك. شتي المبلغ اللي تصرفيه على روحك انتي؟ سخفتي على خمار، سخفتي على كارني هذوك تاع لي غوسات، سخفتي على صبغه جديده، سخفتي على بارفان، اشريها ما تستخسريش في روحك. ما تقوليش انا ما يكفيني الشهريه، ديما ارفعي استحقاقك راح يعود يجيوك الحوايج بهذاك المبلغ. ديما هادو طرق خطيرة في علم النفس والله العظيم مجربة. هادو كل حن بعد كل موضوع شغل نطرقه لكم وحده باش ما تجيش الفيديو طويل. نتمنى يا البنات انكم تجربوها، وبإذن الله بإذن الله رايحين تلقوا نتائج جيدة جدا. حاجة اخرى نزيد نقولها لكم يا البنات، اللي هي لازم تفهموا بلي المال يجي ديما، المال رزق الله ما له من نفد، يعني حاجة سهلة انك تجيبيه ماشي انه حاجة صعبة. لو كان تبقى في راسك بانه المال صعيب يجي ولازم تقتلي روحك، تبقى في حياتك الفكرة تاعك ترى هذيك تجسد لك في الواقع. البنات الواقع هو وقوع افكارك، الفكرة اللي راهي في مخك هذيك اللي تجسد لك في الواقع. ربي قالنا ويسرناكم لليسرى، فاما من امن وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لكن مأمنة باللي ربي صح ميخليكش، وربي صح حيكون معاك رايحة ييسر لك كلش في حياتك يجيك يسير. أما إذا نسيتي باللي ربي هو الرزاق وباللي صعب سوارد هذاك واش حتعيشي في حياتك وتلقاي حياتك هكاك. كاين الناس ما يفيقوش لهاد الحوايج حتى يموتوا ويعقبوا حياتهم كامله وما يجري بيجري بيجري ومش لاحقين، لكن هادو اشياء ربي مادام وفقني اني نهضرهم لكم، يعني مش صدفه انكم هنا في الفيديو، وجودكم معي عنده معنى كبير، وربي مادام وخلاك تشوفي هاد الفيديو راهو حاب لك الخير. دونك يا البنات طبقوا واش راني نقول لكم، باذن الله راح تستفادوا بالبزاف. نفوتوا لنقطة أخرى مهمة جدا باش ما يجيش الفيديو طويل، ونوعدكم إذا لقيتكم متفاعلين وشفت مشاهدات كبيرة في هذا الفيديو، يعني لقيتكم صح انتريساكم، حنعطيكم واحد الأسرار راحين تتغاشاو وحين تتشوكاو، باسكو أنا بعد تشوكيت كي جربتهم، ما كنتش نعرفهم باش تفهموا الإنسان كل يوم يتعلم. حتى أنا حوايج بزاف كانوا غالطين في حياتي، والحمد لله قد ما نمد للناس معلومات ربي زاد يعطيني معلومات وهي رايحة. دونك نبداو نديرو، تقولوا لي حنا ما نديروش بروغرام للشهريه، لو كان ما تخططيش قولي لي تروحي تعقبي فواياج رايحين تحوسوا، كش واحد يروح بلا ما يعرف الطريق لازمت لك الخطه تاع الطريق، لازمت لك البلان اللي تمشي عليه. سي لا ميم شوز، كون تمشي حياتك بدون هدف رايحة تولي صامته ممله ما عندها الشغف، عايشه هكذاك بك بلا هدف ما لها حتى معنى، كلش لازم تخططي له في حياتك. دونك اول حاجه نقولها لكم، ديما خططوا انكم تشريو حاجه جديده، ديروا هدف يبقى لك كتحمسي ليه، تحدي انك تقدري تشريه. ديما هاد الحاجه نحيو لها ديما في هاد المبلغ، حين نبداو في التقسيم ديما لازم تكون المعلومه الاولى كراس باش تحطوا فيه ديما تخططوا، فهمتوني؟ دونك كراس اللي رايحين نخططوا فيه ديما نكتبوا. ها هوني درت لكم تقسيم بسيط ولكن فاعل، درت لكم مثال تاع شهريه 3 ملايين. واش نديرو؟ قلنا 0.1% نديروها صدقه، 100000 على الاقل على كل وحده واش تقدر تهز اباغ اللي كنتي باش ترفعي استحقاقك. ومن بعد هزو قلنا ديما يا هادو مبلغ هذا اللي حنزيدوه هنا يا ندخروه تدخريه. لازم يا البنات كي تدخري مبلغ ما تقوليش اني مدخرته برك وخلاص، لازم تحطي نيه لهذوك السوارد، لانك وما تحطيش نيه لهذوك السوارد رايحين يدخلوا في نيات الاخرين ويجي واحد اخر يديهم لك، يعني تصرفيه ما عليه، فهمتوني؟ قال انا حابه نشري بار اكزومبل، حابه نشري ماشينا لافي، هاد الصوار اللي نقدر ندخر فيهم ما نباليش حتى على قده، لكن حنشري بليتو حنشري لا ماشينا لافي بربي ان شاء الله. يعني ديما اي مبلغ عندك لازم تحطي له نيه، والا انسان اخر مداير النيه باش ربي يرزقه مثلا 300000 راهي انت تكوني سبب تمديها له بلا ما تفيقي. دونك اي حاجه عندكم ديروا لها نيه. هادو اشياء معلومات والله 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 غير سلكت عليهم صوارد باش عرفتهم، يعني مش هكذاك يا البنات، قريتهم هادو الحوايج الحمد لله لقيت نتيجه راني مدلكم فيهم هكذاك باش ربي يعطيني اشياء اخرى. دوك نتوما ثاني بارطاجيو لا فيديو مع الناس بكل اللي تعرفوهم باذن الله، تحط نيه في هذا الفيديو يستفاد اكبر عدد من الناس. دونك قلنا المبلغ الثالث اللي رايحين نصرفوه نهزو 300000 هكذا للادخار، هذه ديما نحطوها في لونفلوب الحمراء تاعنا بيان سيغ، خدمو اونفلوب حمراء ماشي هاديه، وحلو ديما الصوارد قلت لكم في حاله جيده، ولا قلت لكم لونفلوب اخدموها باش تكون كبيره، ما نكمشوش الصوارد ما نهملوهمش
ونحطوهم بطريقه مرتبه. واللي ما شافتش الفيديو تاع حافظه المال باللون فيها نصائح بزاف ثاني والله تفيدكم تفرجوهم. دونك قلنا نحطو 300 وكل حاجه نديروا لها الظرف نتاعها، فهمتوا؟ هادو تاع الادخار تاعنا، وننويو انوي ديك الحاجه واكتب النيه تاعك من الداخل، واكتب النيه تاعك من الداخل، ستفاجئين كيفاش تحقق لك هذيك النيه. دونك قلنا 300 ثانيه رايحين نخدموا بها يا البنات الادخار تاعنا. دونك نرجعوا للسوارد اللي بقاو لنا كيفاش نقسموا شهريه. دونك حنا عندنا شهر فيها 4 اسابيع، الاسبوع الاول والثاني والثالث والرابع. حنا نقسموا لا صوم على الشهر كل، ونصيحتي انا كي تقضيو اقضيو قضيان للشهر، ما تبقاوش كل سمانه طي عليك، كل سمانه انت رايحه تقضي هاكي تجي بها غير في ترونسبور وفي الاخر. دونك اقضي على مره شهر. واصلا كي تشري مثلا لافارين تاع 5 كيلو تخرجي فيها في البخي خير من تاع 1 كيلو، فهمتوني؟ كي تشريو حاجه كونتيتي يحط فيها ربي البركه، هذه من جهه. والحاجه الثانيه يا البنات راح تساعدكم في البخي، يعني رايحين تيكونوميزيو. دونك حنا قلنا الحاجه اللي الناس كل تخفى عليها هي اللحم. دوكا اللحم كل وحده يا البنات واش اللي تحب. كاين الناس اللي ياكلوا بزاف لي سكالوب، كاين اللي يسخفوا على اللحم. شري كونتيتي صغيره، ما تخليش خلاص روحك سخفان على حاجه. ديري سيغتان ايكونومي وربي يرزقك، ما تخميش. دونك ديروا فيونداشي، وراح ندير لكم روتينات فيهم وجبات والله رائعين في الطعم، وما يحتاجوش بزاف اللحم وهاد الحوايج. يعني اقتصاديه ولذيذه. وبربي ان شاء الله اللي متبعيني في الانستغرام راني يعني مقلشتهم بهاد الوصفات. دونك قلنا نهزو 300 الف نحطوها اللحم تاع الشهر تاعنا كامل. دونك هذه تقدروا تشريوا على مره، تقدروا تقسموا نتوما على حساب لو مونيو تاعكم. وهنا عندي نصيحه اخرى حنبارطاجي معكم في فيديو اخر لكان كان يهمكم، كيفاش ديروا البلان تاع الماكله، يعني لي بلا تاع الشهر كل، فهمتوني؟ دونك نحكموا باش اصلا تعرفوا تقسموا اللحم تاعكم وتعرفوا تقسموا الخضر وكامل. نقولوا 300 الف للحم في الشهر، نزيدوا الخضر والفواكه نديروا لهم 600 الف على حساب 150 كل شهر. والخضر اشريو بسمانه، وكي تلقاو باغ اكزومبل حاجه مثلا بطاطا بخيت حطايح ما تشريش 5 كيلو، اشري كونتيتي وحطيها ابار تاع لي دو سومام، فهمتوني؟ هذه حاجه. مواد تنظيف لو جافيل ساني بون لومو ديروا لها 200 الف، وشريو ديما كونتيتي الكبيره باش تخرجوا في البخي، وانتوما كل وحده تعرف واش اللي ناقصها. نرجعوا للحاجه اللي ما نستغناوش عليها اللي هي الاتصالات، الانترنت وكونيكسيون هادوك ولا الفيكس ولا اسافوار. دونك نحط لها 300 الف وكل وحده تعاود تعدل في الميزانيه على حساب يعني المصاريف تاعها. نزيدوا حاجه اخرى يا البنات، المواد الغذائيه، يعني الطماطم الهريسه البيطه لي مايونيز، نتوما واش تستهلكم على باليش لي بات، هاد الحوايج نحطوا لهم 700 الف. وهادو ثاني ننصحكم تشريو كلش غران فورما وتاع شهر كامل. نرجعوا حاجه اخرى، مواد الاستحمام لي شامبوان وجل دوش ولي صابون ديروا لهم 2000 دينار. وتبقى لنا 200 الف نحطوها للغاز والكهرباء. وعلاه؟ باسكو الغاز والكهرباء يا البنات ديما ما يجيوناش كل شهر، يجيونا كل 3 شهور. حنا كل شهر نهزوا لهم 200 الف، ما يجي يوصل وقتهم تلقاو روحكم وجدتوا لهم لا صوم تاعهم. هذه تقسيم بسيط والله العظيم نافع جدا، يعني سي براتيك، وكل وحده تموديفي فيه على حسب الحاجه اللي تكونسوميها مكثر. لكن صدقوني هذه الطريقه جدا فعاله، وجربوها راح تلقاوها بزاف بزاف مفيده. نزيد لكم نصيحه اخيره باش ما يجيش الفيديو طويل، و الى حبيتوا نزيد نبارطاجي معكم طرق اخرى للحصول على البركه في المال، والطرق تاعي باش ندير لو مونيو تاع الماكله ونخرج بهذا البودجي يكفيني. عندكم يا البنات عطيت لكم فيديو ديما هضرت لكم عليه، ما تعتمدوش على مصدر واحد للرزق. قلت لكم التجاره من اللي خلقت الدنيا وهي مباركه مذكوره في القران بزاف، التجاره دخل سوارد. قلت لكم حاولوا ديروا مشاريع مصغره وبداوها بالعقل. انا نعرف ناس ما نعرف لا كان يسمحوا لي نذكر اسمائهم، لكن صدقوني راهم وصلوا يدخلوا سوارد كبار من مشاريع بداوا براس مال والله العظيم 200 الف. البارك لهم ربي فيهم صدقوني، ونجحوا بزاف. اللي ما شافتش الفيديو باش تدي فكره راهو هنا، روحوا شوفوه تديو افكار وتديو مام كيفاش تخيروا المجالات وكامل. الفيديو في صندوق الوصف. حتى نزيد لكم نصيحه اخيره البنات، كي تخلصوا وديروا ظرف لكل حاجه من هادو، ظرف فيه تاع اللحم وظرف الخضر وظرف المواد التنظيف وظرف الاتصالات وهكذا وهكذا وهكذا، واش نديروا؟ نحطوهم في علبه حمراء، واللون الاحمر عنده بزاف طاقه كبيره مع المال. شريوا علبه سبيسيال وحطوا فيها لي زونفلوب تاعكم. ما كانش حاجه مليحه
قد ما انكم تقسموا وتلموا صواركم في انفلوب، خير ما تخليهم هكذاك مطيشين، لانه كي قد ما تجمعوا تحفظوهم حيكونوا محفوظين. جربوا هذه الطريقه باذن الله راح تلقوا نتائج مبهره. والى الملتقى يا البنات، تهلاو في روحكم ان شاء الله، يا ربي تكون الفيديو فادتكم، نتمنى تشجيعكم ودعمكم لانه هذه قناتكم، بكم باذن الله تكبر ونشوفكم واقفين معايا حتى انا نزيد نعطيكم معلومات اكثر واكثر. دونك تهلاو في روحكم البنات، الى بروشان فيديو.